نتمنى تكونوا في خير وعلى خير بحال ديما اليوم ان شاء الله دائما في اطار الكيكات والحلويات اللي تقدروا توظفوا في الوجبه ديال او لجين عندكم ضياف عندكم ضيافه محتاجين كيكه او لحلوه الديسير ونزولا عن طلب بزاف ديال المتتبعين والمتتبعات عندي في القناه بعد ما سبق لي وشاركت معكم في القناه كيكات بيساح الحصريه واللي نالت اعجاب بزاف ديال الناس بزاف ديال الناس جربوها وصلوني بزاف ديال التطبيقات ونالت استحسان كاع المشاهدين اللي جربوها من القناة عندي فعاود شاركت معكم كيكات باسوفر اللي حتى هي جربوها بزاف الناس ونالت الاعجاب ديالهم فغادي نعاود نشارك معكم وصفة الكيك حصريا على قناتي والأول مرة في اليوتيوب كيف ما على شي دار مخزن كيكات فيلادلفيا الضيافة كيكة غزالة وصفة مبتكرة وحصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بجبن فيلادلفيا اللي كنا كنعرفوه جبن كريمي بنين بزاف والمذاق ديالو اللي كيجي رائع فهاد الجبن هذا ان شاء الله اليوم غادي نوضفو مع مجموعه من المكونات باش نصوب معكم هذا هد الكيك هذا اللي كيجي خاص بالضيافه كيكه هماوية ديال تحميره الوجه ديال النهار الكبير شي حاجه اللي ديال الضخامه بعقلها كيكه بعقلها <applause> <applause> فكتليق بزاف الضيافات لأنها كيجي المذاق ديالها مميز ومختلف على الكيكات العاديين او المعروفين بالاضافه لانها كتجي هشيشه بزاف اللي معروف على الكيكات اللي كيكون كي فيهم جبن وبالخصوص الجبن الكريمي كيجيو شويه لا ديالهم او القوام ديالهم كيجي شويه هذا وصلنا غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله رغم انها فيها كميه مهمه ديال الجبن الا انها كتجي مهويه وخفيفه بزاف هشيشه كدوب في الفم فحل لقطن مع واحد المذاق اللي غادي يخليكم بلا عقل بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال لا فيديو باش المكونات وطريقه تحضير كيكات فيلادلفيا الضيافه اول مرحله في تحضير هذه الكيكه هذه غادي نبدا بها هي الخدمه ديال النواشف بالنسبه للنواشف غادي ناخذ زلافه وغادي نغربل فيها قياس 360 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات نوع ممتاز ضروري النواشف يتغربلو باش ما تغربلو باش ما كتعاونوا الكيكه باش كتجي مهويه ومفشفشه غادي ناخذ هذيك 360 غرام ديال الدقيق نزيد عليها ساشي ديال الخميره الحلوه من وزن 7 غرام غادي نغربل هذه المكونات ونخلي هذه الزلافه على جنب وندوز باش ندهن المول بالنسبه للمول كتخدموا باي مول بغيتو غير بشرط انه يكون حجم كبير انا غادي نخدم بهذا القياس اولا القطر ديالو وعشرين سنتيم والعلو ديالو عشرة سنتيم يعني كيهز من ستة بيضات الفوق خاص بالكيكات اللي كيكونوا عائليين اولا ديال الضيافه كيكونوا كبار طبيعه الحال نتوما كديروا الشكل اللي بغيتو ملي كتخدموا بمول اللي كيكون هكذا مزوق فيه زواقات بزاف من القاع ديالو ضروري انكم دهنوه مليح بالزبده وترشوه بالدقيق سواء كديروا الزبده اولا الزيت اللي عندكم اهم حاجه كدهنوه مليح وترشوه مليح بالدقيق بهذا الشكل هذا حتى كتلبسوه مزيان وتحطوه على جنب ودوزو باش تبداو الخدمه ديال الكيكه بالنسبه للكيكه غادي نحتاج آه غادي نخدم بصفايه بطبيعه الحال كتغربلو كاع المكونات اللي كيكونوا ناشفين عندي هنايا 300 غرام ديال السكر ثقيل اولا سكر غلاسي كنغربلو في الكاس ديال العجانه غادي نزيد عليه قياس 240 غرام ديال فيلادلفيا يعني بواطه ديال فيلادلفيا على حساب الوزن ديالها كيختلف من بلاد لبلاد تقدروا تلقاو 240 حتى 280 غرام اهم حاجه كتاخذوا 240 غرام وهنا عندي 335 غرام ديال الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز ذوبتها وخليتها حتى هبطت درجه الحراره ديالها ولكن ما تخليوهاش حتى تبرد 100% كتخدموا بها وهي دافيه واحد شويه كتزيدوا جوج معالق صغار ديال الفاني سائله الا ما عندكمش كتعوضوها بجوج صاشيات ديال سكر فاني وهنايا يعني عندي 200 غرام ديال السكر الاشقر او لا رو شوغا لا, لا خفيف بلا ما يكون معلك كتاخذوا هذه المكونات هذو مع بعضياتهم وكتبداو تطربوا بهم سواء كتخدموا في العجانه او لا بالطراب الكهربائي اهم حاجه هذه المكونات خصهم يتطربوا من 4 حتى ل 7 ديال الدقائق حتى كيتهواو مليح كيبدا اللون ديالهم كيتبدل ما, ما كيبقاوش هكذا صفرين بحال اللون ديال الزبده بهذا الشكل هذا كيولوا انا شخصيا خليتهم تقريبا سبعة ديال الدقائق على سرعه شويه آه عاليه كيتخدموا حتى كيولوا هكذا كريميين ضروري تعطيو الوقت لهاد المكونات في التراب سواء كتخدموا كما قلت لكم بالعجانه او لا التراب الكهربائي من الاحسن من بعد ما داز سبعة دقائق ديال التراب غادي نبدا كنزيد قياس خمسه البيضات حجم كبير بدرجه حراره المطبخ كتزيدو وحده بوحده الله يعطيكم السلام المكونات ديال هاد الكيكه كاملهم خاصهم يكونوا بدرجه حراره المطبخ انا غادي نبدا كنزيد وحده بوحده ما بين كل حبه ديال البيض وحبه غادي نطرب تقريبا واحد دقيقه درت البيضة الأولى غادي نطرب دقيقة على درجة ديال التراب أولا درجة ديال العجينة تكون عالية غادي نزيد البيضة الثانية ونطرب دقيقة والبيضة الثالثة ونطرب دقيقة حتى كنكمل الكمية ديال خمسة البيضات من حجم كبير كنأكد على حجم كبير لأنه بالنسبة للكيكات الحجم ديال البيض كيلعب دور في نجاح الكيكة باش كطلع وباش كتجي مفشفشه ومهويه من بعد ما زدت اخر بيضه اللي هي الخامسه بقيت كنضرب تقريبا واحد جوج دقائق حتى كيزيد كي هذاك الخليط كيزيد كي يتهوى ويزيد يطلع في هذه المرحله كتبداو تزيدوا النواشف النواشف اللي سبق لي وغربلت اللي هما الدقيق والخميره ديال الحلو كتزيدوا عليهم قبصه ديال الملحه باش ما كتجيش هاد الكيكه باسله من بعد ما كتخلطوا الملحه مع النواشف كتبداو كتزيدوا في هذا الدقيق هذا معلقه بمعلقه باش نتوما كتغلبوا على الكيكه لانها كيكه كما كي قلت لكم ديال الضيافه وكبيره كتزيدوا معلقه بمعلقه وما بين كل اربعه ولا خمسه ديال المعالق كتزيدوهم كتحبسوا التراب سواء في الروبو اولا بالطراب الكهربائي وكتجمعو الجناب ديال الاناء فاش نتوما كطربو هاد الكيكه هادي ضروري هاد العمليه ومهمه لان هاد الكيكه فيها كميه مهمه ديال الزبده فايلا الزبده تلاقات مع الدقيق كيتكور وباش ما, ت... ما تجيكمش الكيكه كلها كويرات ديال الدقيق وتفادوا هاد المشكل هذا ما بين كل اضافه ديال اربعه المعلقات ديال الدقيق كتحبسوا التراب وكتجمعو الجناب حتى حتى كتكملوا الكميه ديال الدقيق اللي عندكم كتطربوا العجينه مليح حتى كتحصلوا على كيكه او عجينه ديال الكيكه اللي كتكون مهويه وخفيفه كتجي فلوفي بزاف كتبان لكم لاباغي ل... ديالها بحال لاباغي ديال لا خفيفه في هذه المرحله كتخويو هذه الكيكه في المول انا سبق لي سخنت الفران على درجه حراره 160 خليته كيسخن غير من التحت كتسخنوا الفران قبل ما تبداو كاع التحضير ديال الكيكه باش كتضمنوا انه كيسخن مزيان كتخويو الكيكه في المول كتصوبوا ليها ولا كتسرحوا ليها كتفينيو ليها الوجه ديالها وكتشرطوها بموس باش كتعاونوها انها تفلح تطلع كي كطيب كتضربوا المول مع لو بلون دو طرافاي او لا الطبله علاش نتوما خدامين باش كتاكدوا انه ما كاين لا فقاعات لا حتى شي فراغ لتحت حيت العجينه ديال هذه الكيكه مهويه بزاف وكلها هواء فقد ضربوا المول شويه كتدخلوا الكيكه كتحطوها في الرف الوسطاني في الفران وكتخليوها كطيب كتاخد من ساعه وربع ساعه ونص على حساب كل واحد والفران اللي عنده لانها كيكه كما قلت لكم ديال الضيافه كتاخد شويه الوقت في الفران بيد ما الكيكه غادي ندوز باش نصوب لاصوص باش غادي نرافقها عندي هنايا نسلي كاراميل الكراميل ديال الناس اللي كيتباع موجود في المحلات التجاريه عندهم ولا الحوانت كتاخذوا منه تقريبا من جوج معالق كبار عامرين حتى ثلاثة على حسب نتوما والذوق ديالكم غادي ناخذ كميه من هذا الكراميل شخصيا غادي ناخذ واحد جوج معالقات كبار عامرين حتى لثلاثه وغادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال القشده الطريه الخاصه بالحلويات غير معلقه واحدة غادي نطرب هاد القشده هي والكراميل حتى ينسجموا مع بعضياتهم كتاكدوا انهم مخلطين مليح باش ما يبقاوش هذاك على شكل حبيبات كيبان محبب فوسط هاديك لاصوص غادي نخلي هاد الكراميل ولا كريم فريش على جنب بيد ما يطيب الكيك الكيك من بعد ما كيطيب شخصيا وقت ما بغي نصاوبو كيدوز ليه في الفران بالضبط ساعه ونص بالحساب من بعد ما كطيب الكيكه كتخرجوها وكتحطوها في الكوزينه حتى كتبرد تماما عاد كديموليوها من المول كتحيدوها من المول كيجي الشكل ديالها هكذا غادي نشارك معكم طريقه التزيين ديالي الشخصيه باش كنزين هاد الكيك هذا وانتم بطبيعه الحال كتزينوها بالطريقه اللي بغيتو بالشكل اللي بغيتو حساب الدوق ديالكم كنغبرها شويه بسكر ثقيل سبيسيال الخاص بالمعلكات حيت كيصبر فوق من الكيك ما كيفزق ما كيحيد ما, كي ما والو كيبقى هكذا اللون ديالو بيض كنغبرها بالسكر من الجناب على برا ومن الجناب من الداخل وكنعمر هاد القليبات هادو اللي كيكونوا محفرين بالخليط ديال الكراميل مع القشده الطريه كنبدا كنعمر فيهم ردوا البال ما الى الناس اللي غادي يخدموا ب... بهاد المول هذا باش خدمت انا ما تعمروش هاد القليبات بزاف خليو المساحه او لا اللا... فين تعاودوا تكملوا التزيين ديالكم من بعد ما عمرت هاد القليبات بالكراميل كناخذ القشده الطريه او لا الكريمه السائله وكندير عوينات في من هاد القليبات هادو في القلب ديال الكراميل من بعد ما شكلت هاد العوينات بالقشده الطريه في القلب ديال هاد الكراميل غادي ناخذ كوردون ونبدا كنشرط في هاد الكريمه مع الكراميل باش نشكل على شكل قليبات كنزينها شخصيا هكذا كما قلت لكم نتوما كتزينوا هذا الكيك باش ما بغيتو وبالطريقه اللي بغيتو وفي الاخير كنزيد ليها وريقات ديال الذهب مونجابل او لا الذهب اللي كيكون كي كيتكال كيتباع كي عند الناس اللي كي كيبيعوا لوازم الحلويات كاين 18 قيراط وكاين 24 قيراط كتقدموها بالصحه والراحه شي حاجه اللي ديال تحمير الوجه ديال الضيافه راقيه فاخره بامتياز الكيكه اللي شاركت معكم اليوم واخا فيها الجبن اللي معروف على الكيكات ديال الجبن كيكونوا شويه مدقسين اولا الثقال كيكونوا مضغوطين على بعضياتهم الكيك ديال اليوم ان شاء الله غادي يصدمكم وغترحموا ليا الوالدين متاكده مليار في المية الناس اللي غادي يجربوه غادي يدعيو معايا وغادي تعتمدوه في موائدكم سواء في الكوتي اولا العراضات اولا جايين عندكم ضياف كتشوفوا الكيكه من الداخل كتجي مفشوشه ومهويه وخفيفه كتجي دايره فحال فحال نياج ب... بكثرت ما ما خفيفه بزاف كت 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 ما تاكلوا فيها حتى لجوج ثلاثه الطريفات وردو البال راه ما كتجيش حلوه بزاف واخا تشوفوا الكميه ديال السكر غلاسي مع السكار كاسوناد اللي خدمت بها راه كي... كيكه يعني ديال الضيافه عائليه كبيره ما كتجيش حلوه كتجي نيشان هي هذيك في الحلاوه كتشوفوها آه... شي حاجه اللي صراحه تجي غزاله متاكد مليون في الميه الناس اللي غادي يدوقوا عندكم هذا الكيك هذا غادي يطلبوا لكم المكونات وطريقه تحضير بكثر ما كيجي كي بنين كيجي فيه المذاق ديال جبل فيلادلفيا اللي كنا كنعرفوا كيجي كي المذاق ديالو زوين مع النكهه ديال الفاني مع النكهه والريحه ديال الزبده رائع كيك فاخر بامتياز وكتقدموا هذه الكيكه هذه مرفوقه بصلصه الكراميل مع القشده الطريه بطبيعه الحال كتبقى اختياريه كتقدموها كت مع الكيك اللي بغاها كتحطوا ليه مرسو ديالو التفصيل ديالو واللي بغاها كيزيد منها واللي ما بغاش هاد الكيك هذا كيتكال سواء بهاد الصلصه الكراميل او لا غير هكذاك حرفي بوحدو كيحمق كيك ادمان ادمان نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هاد الوصفه يردوا عليا الخبر في التعاليق كي كانت النتيجه ديالها رغم انني عارفه بتاع غماض العينين غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تخليكم بلا عقل وغادي توليو كتصوبوها بلا كاع ما عندكم لا ضياف لا عرضات لا والو ما كتجي بنينه وخفيفه ومهويه المذاق ديالها مختلف تماما على المذاق ديال الكيكات المعتاده ما بقالينا نقول لكم صحه وراحه الى عجبتكم كيكات فيلا الضيافه الضيافة ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير الناس ما مشاركينش معي في القناه مرحبا بكم ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم الطيب سواء في التعليق في القناه او لا في الانستغرام او لا في الفيسبوك نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على بروشين